السلام عليكم. بكل فخر واحتجاز نقدم لكم حكاية شادي والعصفور. في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية. كان شادي بجلسة في بستان قريب من بيته، وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول: يا شادي تعال إلي وساعدني. اقترب شادي من مكان الصوت، فشاد عصفورا يرتجف من الخوف. حمله بين يديه وقال: ما بك أيها العصفور الصغير؟ ماذا تريد مني؟ لماذا لا تطير؟ جناحي مجروح يا شادي، لا أستطيع أن أطير بجناحي الواحد. خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي. أخذ شادي العصفور إلى بيته، نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بدم أبيض أحضر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو. بقي كوكو أسبوعا في القفص، وشادي يعتني به، يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب. حس سوفيا يزرعه وصار يحرك جناحيه. قال لشادي: لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء. فتح شادي باب القفص وقال لكوكو: اذهب يا كوكو وساعد خيلك كما ساعدتك. ما ألطفك يا صديق. طار العصفور فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية، وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء. انخفض كوكو قليلا نحو الأرض، فشاهد سلحفاة مقلوبة على ظهرها. اقترب منها فوجدها تحرك أرجلها في الفضاء وهي على وشك السقوط في الهاوية. حاول قلبها على بطنها فلم يقدر. ارتفع في الفضاء ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبط معه إلى الأرض. تعاون الجميع وقلبوا السلحفاة، فأخذت تمشي وقالت للعصافير: شكرا يا أصدقائي، لن أنسى أبدا هذه المساعدة التي قدمتموها لي. أحسنتم، نصفق، ممتاز.